بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا وحاك سابسي هي في وجوب النصيحة بين المسلمين. نصيحة إن لسكتنا أيوه أوقف وقف وكالدين تيساو الشيقو إن الواجب تهي مؤمنين تهي مسلمين تدحد وذبا دين تقبي قيقوبا ونصيحو ويكو توسينيسا وحاهم بيكا توسينيسا ويكاسو جيديسا وحاوان أكسن وايكو جيديسا. قف والبنا نصيحة أيوه تهي دين كمركاد إيكتو واشرف إلهي سبحانه وتعالى فضل إلهي أوسيي مسلمين تا كارهان إلهي وحوسي سبحانه وتعالى تدكنا وعقلك أو كفضلي أي فهم أي حكمة كجرت دينته يسد قفك أي وناجين يسو نلوشيسا سد أي وناجين يسا آخر ديسا سد أي إلالين يسو طروفك السي حالتك سوى كجربة دينته وحا إتهاي إلهي سبحانه وتعالى نمعه ونسيي قفكنا وحا وحا استافرسك أنت أوجوغه يا أدونك أوجوغه أي لدون يا إنو آخرية أدون باوك عمره كلك دينته مبادئ إذا وحا كمد ugu muhiimsan ee ugu waaweyn adiinu an-nasiha hadiiski rasuulka (alayhi salaatu wa salaam) waxa uu rasuulku lahaa adiinu an-nasiha qulna lima ya rasuul allah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasuulihi wa li a'immati al-muslimin wa 'aamatihim kulka bale cid ay ka tagteen ma jiro diintu waa nasiha ayaa uu rasuulka (alayhi salaatu wa salaam) ayay u tahay nasiha ba la yiri ilaahay bay u tahay kitaabkiisa u tahay رسول كيسة أوتهاي مدحنا مسلمين تأوتهاي دتك مسلمين تا شعب كوجا يا عام كوجا يا أوتهاي كل كا إلهي سبحانه وتعالى نصيحة وحاي أوتهاي تي إلهه ولا جهر ما ينيا شرك جا يا اللي جا أم فينيا وحوي إله مجد ردي بلا جهر تجيا وحاي كتوس يسافوين كي إلهي سبحانه وتعالى إن إلهي سفوين أولياء إنه قادر يهاي إنه رازق يهاي إنه محي يهاي سبحانه وتعالى إنه مميت يهاي كلك إلهي بلغو عبديا إلهي بصفوين كيس لغو كرنيا صفات الكمال وصفات الجمال انتبه صفوين كمال ولي هي صفوين الجمال أما صفوين جلالة انتبه إنه إلهي سبحانه وتعالى كان الزهنيها عن جميع النقائص نسخان أردن إلهي هو فيه إلهي القدوس يا سبحانه وتعالى إنه إلهي سبحانه وتعالى أو شيء كسو أبو ريبة أو إنه تصي الرب سبحانه وتعالى أو إلهي نزهيو وإلهي أكون نزهيو أما بمقال الحال أما سيساق اللفتي سباب هدليا هدو شيء عقل لي هاي تعرف كيسو كنا زهيا هدانو شيء أن عقل لا أونو أهينا سيدا إلهي وأبوري سيدا إلهي أسميي جيد هدو يهي دقا حدو يهي وحضونا بحنغضو أيا تنزيها إلهي سبحانه وتعالى شيء جيسا كلها شيء وليب إلهي بكتوسيا سبحانه وتعالى إنو كنا زهيا نقايس أردن كلها وحيكو كعنا ساقفكي إلهي سبحانه وتعالى أن سيدا أقرته إنو ضاعاتي سيقاضو حمانتي أو كفقاضو خيركي أو جعلاضو حمانتي أو نعو إنو حريرية دتك إلهي أضيعي إنو كفقاضو دتك إلهي أضيعين أياكولك إلهي بين نصيحته سبحانه وتعالى إلهي بلغو قرانا يلول الدين هدانو جرين إلهي لما قرتين سبحانه وتعالى اعتراف بيكو تسيسا نعمك إلهي لاعترافه إلهي نعمكي سلقو شكريو إلهي عبادة الله خالص يلو في سر والعلانية هذا سرعته يسيه وصهديته انتبه إنه قف كرهن أو كشيء في القول والفعل هذا قول لي هاي قول كيساس إنه رهن كسلي سي هاي ما دام عبسدي إلى هاي كجرته فعل هذا سمينا يعني إنه فعل كإلى هاي أو كجبقه أو أسكه جاجيو سيد أقوى ناكسن أو أصمييو أي أو أنت أسي أردن أي أو كجرنا يا كل كا إلى هاي نصيحة أي أوتها سبحانه وتعالى إلى هاي والله كجرنا يا كتابك إلى هاي نصيحة وحاي أوتها هاي كتابك إلهي وكتابك أنهرتي سيمنين أما قداشي سبوح باطله إلهي باسود جي سبحانه وتعالى كلك تلاودي سأيالا إنه أدون صدي كعمل فلكي سأيالا إنه أدون صدي إن مركا الأغرين أيالا خشوع أيالا إنه أدون صدي إن الرمين بكل ما فيها أيالا إنه أدون صدي أحكامتي سأينا كعمل فلا أيالا إنه أدون صدي معاندي سأينا فهنه أيالا كما مرمانة كلك إن لغو عبرقاته مواعدة وانويك اللي إنو شيغيو إن يعني الله فكرو أجائبت مخلوقاتك مركا اللي إنو غرميو إن لغو عمل فلو حكم كيسة إن إلهي سبحانه وتعالى لوغوه كانسموه أيا إسنا النصيحة يقطها كتابك إلهي بلغو قرانيا نصيحة رسول كيسنا ورسولك الله رمي عليه الصلاة والسلام إيمان للرمي بجميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم طاعة رسولك الله أطيعه
awaamirtu ina siiyay nawaahidu inaga reebay in rasuulka loo gargaaro xayiyan wa meyta noloshiisa iyo dhimashadiisaba halkaa dhimashadiisana diintiisaba lagu gargaarayaa markuu noolaana intii ilaahay nasiibka u siiyey ee saxaabadii ilaahay subxaanahu wa tacaala u dooray ayaa ku filay inta kalena mar walba xilka wuxuu ka saaran yahay dacwadii iyo diintii kolka rasuulka calayhi salaatu wasalaam weynayntiisa la weynaynayo tawqiirintiisa dariiqiisii diintiisa la nooleeyo dacwadiisii oo la fidiyo sunnihiisii oo la nooleeyo kolka intaasina waxa ay ku tusaysaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam in ay u tahay naseexo tafaquha macaanida diinta uu ina fahansiiyey oo la fahmo in akhlaaqiyaadka wanaagsan aan qaadanno makaarimul akhlaaqa lagu sifoobo walla waxaasi oo dhan waxa uu ku tusayaa in naseexa ay rasuulka u tahay calayhi salaatu wasalaam oo dariiqiisii oo dhan ayay aqaada leedahay dariiqan dariiqiisa ahina ka fogaada ayaa ay leedahay diintu naseexada aimada iyo madaxda muslimiinta ay u tahayna in loo kaalmeeyo xaqa loogu kaalmeeyo lagu adeeco wanaagga la amro xumaanta loo sheego laga reebo si lutfinimo ah oo xigmadaysanna loogu sheego in la xasuusiyo waxa ayna madaxdu markaa ayna xasuusnayn in la gaadhsiiyo dhibaatooyinka iyo waxyaabaha jira in waxyaabaha in loo tilmaamo laga maarmaan ay tahay in laysku tilmaamo in laysku naseexeeyo dhammaanba ayaa iyaduna ayna amraysaa waayo isku duubnaansha haddii la waayo nidaam haddaanu jirin waxa weye diintu ma shaqaynayso waa ay baaba'aysaa fawdada kuma shaqayso kolkaa naseexo ayay madaxdana ay u tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa kolkaa in yacni hadduu saddex qof uu dirayo meel u dirayo mid ayaa uu mas-uul uga dhigi jiray calayhi salaatu wasalaam naseexada dadka mujtamaca kale ee muslimiinta ee soo hadhayna waa masaalixdooda oo loo sheego arrimaha aakhiradooda oo loo sheego arrimaha adduunyadooda oo lagu waaniyo in yacna loo kaalmeeyo cidda ducafada ah ee liidata in qofka madluumka ah maxaanku idhahda xaqiisa la siiyo ka daalimka ah in la joojiyo in cawradooda la asuro in dhibaatooyinka laga istaajiyo in manaaficdiiyo waxyaabaha dantooda ah loo keeno in wanaagga lays amro xumaantana laysku diido birifqin wa ikhlaasin iyadoo laysku dabcinayo iyadoo ikhlaasna lagu salaynayo oo ilaahay dartii qofku markuu arkay inaad wax ugu sheegayso dee isaga laftiisa ayaa dabcaya hadduu laakiin dan kale uu ka dhex arko waa uu istaagayaa kolkaa ikhlaas baa shay wal oo diintu aad qabanaysaba ikhlaas inaad ku salayso ayaa laga maarmaan ah marka ikhlaas ku salaysan tahay waa la qaadanayaa qofkii waa uu qaadanayaa ikhlaaska ayaa tusaya inaanu qofku aunu dan aunu ka lahayn kolkaa naseexadu diinta waa shay weyn ajrigiisuna waa awen yahay thawaabkiisu waa awen yahay qofka muuminkii inuu qofka kale u naseexaya waa shay laga maarmaana isagana waa loo naseexaynayaa naseexadii waxay keenaysaa dantiisii markaa tusto ayaa uu toosayaa waman yacmal suu'an ow yadlim nafsah thuma yastakfir illaha yajid illaha kafuura raxiima ninka xumaan sameeya ama naftiisa dulmi ku sameeya waa xumaantii uun thuma yastakfir illaaha ilaahay istikfaaru la yimaada dariiqii ku toosnaada ilaahay waxa uu helayaa kafuuru raxiim isagoo subxaanahu wa tacaala isagoo kafuuru raxiima ayuu ilaahay helayaa kolkaa qofkii naseexadii markuu arko waxa uu garanayaa wixii ilaahay u qoray inaanu ka tegayn waxaanu ilaahay u qorayna inaanu marnaba gaadhaynin oo ka xikam la yidhaahdo ziinatulfaqri assabr sabirka quruxdiisu waxa weeye waa in faqriga wanaaggiisu qof baa baahi matalan dareemaya baahidaasi waxa uu ku qurxin karaa iyadoo baahidii dhibaato ah sabir hadduu la yimaado ajri iyo thawaab buu helayaa arsaaqdiisiina si wanaagsan ayaa uu helayaa qaninimadana quruxdeedu waxaa la yidhi waa shukri qofku inuu kolkuu ilaahay wax u dhiibo ousan naseexadiisu waxay tahay inuu ilaahay u mahadnaqo subxaanahu wa tacaala kolkaa islaamka ayaa ku amraya kolba haddaad dhib ku jirtana inaad sabir ku qaabisho haddaad wanaag ku jirtana inaad shukri ku qaabisho marnaba inaanad labadaa midnaba aanad ka maqnaanin waayo qofka kale waa uu isilaawayaa laakiin qofka muminka inuu isilaawo isaga waa lagama maarmaan oo isma ilaawayo isagu waayo naseexadii diinta ayaa la socota oo diintii baa u naseexaynaysa inuu shukri la yimaado fii maqaami shukri inuu sabri la yimaado fii maqaami sabri wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.